تمام. هلا اليوم بدنا نحكي عن برنامج هيك لطيف خفيف لأدوارد ديبونو اسمه برنامج القبعات الستة. هلا هذا برنامج القبعات الستة هو واحد من البرامج العالمية اللي حاكي عنها. يعني هلا انتوا بتطلعوا هون رح تلاقوا في برنامج ريسترز وفي برنامج ريكورد وفي بالاخر بالصفحه المقابله بصفحه 391 استراتيجيه القبعات السته اللي هي عنا اياها لإدوارد ديبونو. هاي اليوم اللي بدنا نحكي عنها بالفصل الثامن. خليني افتح عليها انا كمان عشان اورجيكم وين باي صفحه بتكون، عشان اللي بده منكم يتبع معي بالكتاب كمان بيكون موجود قدامه. القبعات السته هيها حاط عليها علامه حمراء صفحه 490 اذا معاكم الكتاب. هلا هون عندنا بهذا البرنامج هو لطيف خفيف هيك عشان تقدر تستوعبوا مع انكم شويه في الصيام، في ناس كثير بأثر عليها. بنقوله بالانجليزي 6 thinking hats، يعني القبعات السته. وإدوارد ديبونو هو واحد من الناس اللي طبيب، هو من مالطا وموجود يعني بوقتنا الحالي، وفي عنده على اليوتيوب إذا فتوا راح تلاقوا شغلات كتيرة عن برنامج التفكير اللي هو القبعات الستة لإدوارد ديبونو. هلأ هذا البرنامج هو عمله على أساس إنه هو واحد من الناس اللي بيفكر بموضوع اللي هو عنا إياه، موضوع إنه إحنا بنقدر نتعلم التفكير كما نتعلم أي مهارة تانية، زي قيادة السيارة، زي مهارات الطبخ، كأشياء أنتوا حابين أنكم تتعلموها، مهارة الحياكة، مهارة الخياطة، هي عبارة عن سكيلز، مهارات، مهارة الغوص، مهارة القفز من المرتفعات، مهارة القفز من المظلة، بالمظلة من الطيارة، هي عبارة عن سكيلز، مهارات بيقدر الواحد أنه يتعلمها، وبنفس الوقت أنا بقدر أني أنا أتعلم التفكير. لكن إذا عرفت إيش المفاتيح أو إيش الخطوات اللي ممكن إنها تسهل علي هذا الإشي. هلأ القبعات الستة هون عنا هو طرح هذا البرنامج وقال إنه هذا البرنامج بما مفاده إنه إحنا بنقدر إن نغير بطريقة تفكيرنا كتغييرنا كيف الواحد بيغير القبعات. بلا صوت الميكروفون جنبكم لأن في بإذن هذا الشيء. يا إسراء، طب هاي ميوت يا إسراء، يا صوح. هلأ في عنا القبعات فكرتها إنه أنا بقدر إني أبدل في طريقة تفكيري. كيف إحنا هلأ أول ما اختار القبعات اختارها إنها هي قريبة على الرأس. طبعا هو مجازي، مش انه انا بدي اقيم قبعه واحط قبعه لما بدي افكر بموضوع، ولكن بدي ادرب حالي اربطه بإشي حتى اتذكر مهاره جمع المعلومات، حتى اتذكر انه انا لازم ارتب الامور وانظمها، حتى اتذكر انه انا ما اضل اطلع على الامور بطريقه سلبيه سودة، حتى اتذكر انه انا لازم يكون في انفعالات ومشاعر من عندي لما بدي اشتغل بالشغله عشان تعطيني دافعيه، علشان تحفزني للإشي اللي انا بدي اعمله. فاقترح القبعات الستة وأعطاهم ألوان زي ما أنتم شايفين بالكتاب عندكم. هدول الألوان عندنا حمراء سودة، وعندنا صفراء، وعندنا بيضة، وعندنا خضراء، وعندنا زرقاء. كل واحدة فيهم أعطاها دلالات وقال إنه هاي القبعة الهدف منها إنه هي توجه طريقة تفكيري. بس أنا هلأ بدي أشرح لكم شو يعني كل قبعة وشو يعني كيف أنا بدي أشتغل عليها، وليش هو ربطها بمبدأ تبادل الأفكار زي ما هي موجودة بالشريحة قدامكم. مبدأ تبادل الأفكار، هلأ أنتوا بتعرفوا أنه في عنا ناس كتير بيكونوا متمسكين برأيهم وبيفكروا باتجاه واحد مستحيل يغيروا طريقة تفكيرهم، صح ولا لا؟ وأنتوا بتتعاملوا مع ناس هيك، ويمكن تكونوا أنتوا كمان هيك. يعني في مننا ناس قد يكونوا حتى سابقا هيك، وبس لما يتعلموا بيصيروا لك لا ما بدي، انا بدي احاول اغير بطريقه تفكيري والطريقه اللي بتعاطى فيها مع الامور. ليش؟ لانه الهدف تبعي بالاخر انه انا اكون انسان ناجح، او انا اكون انسانه راضيه عن حالي، انا اكون عمالي بنجز الاشياء وبكون بالاتجاه السليم او الاتجاه الصحيح. هلا في ناس لا بتضلها متمسكه وبتشوف الامور من زاويه واحده.
مش عارفة إذا امبارح كنا عمالنا بنحكي معكم أول امبارح إنه إحنا ما يميز المبدع إنه بيشوف الأمور من أكثر من زاوية، وبيشوف الأمور بطريقة مش بطريقة واحدة باتجاه واحد. وإدوارد دي بونو إجا عنا بمفهوم اسمه التفكير الجانبي. التفكير الجانبي اللي هو إنه في إشي جانبي غير الإشي اللي أنا شايفته، أو في إشي إني لازم أتطلع على أدور على الحل مش بهاي الطريقة بس، في أكثر من حل، في أكثر من بديل، في أكثر من طريقة. وعادة الناس اللي بيوصلوا للكريتيفيتي هم الناس اللي بيكونوا هاي السكيلز بيستخدموها. يعني اللي بيميزهم عن العاديين إنه هم بيطلعوا على هاي الأمور بطريقة مختلفة. وإحنا حكينا عن هاي الأشي لما قلنا عن المرونة والأصالة والطلاقة والإسهاب، وكيف أنا بشوف الأمور من أكثر من زاوية. هذا هو المطلوب. حتى تغير نمط تفكيرك أو تغيري نمط تفكيرك، يجب أن تنظري إلى الأمور أو تنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. ما نهاب من التغيير، ما نهاب من اكتشاف الأشياء، ما نهاب من المجازفة اللي ممكن إنها تودي لحل جديد أو لطريقة جديدة أو لطريقة تفكير جديدة. هذا هو كمان قائم عليه برنامج القبعات الستة. هلأ أنا لما بلشت أدرس هذا الإشي وأقرأ في الكتاب كتابه عن القبعات الستة، بقول يا ربي شو يعني أبدأ أحط طائية وأي طائية؟ هلأ هيك أنتوا بتكونوا عم تفكروا، أحط طائية وأي طائية؟ طب أحطت البيضة بعدين هلأ بدي أحط الحمراء. هلأ بتعرفوا أعزائي إنه هو لما اختار هاي الفكرة، هاي الألوان هنا عندنا ياهم الألوان القبعة البيضة والزرقاء والحمراء والصفراء والخضراء، لما اختارهم هدول القبعات في سبب. بيقولنا إنه القبعات هي أقرب للرأس، وأنت بتعرفوا إحنا في ناس كتير منكم بحب يلبس الطواقي، يعني نحب نلبس الطاقية اللي فيها صوف، فرو، كشمير، طاقية الرياضة، طاقية ركوب الدراجة، طاقية ركوب الموتور تبعكم، كل طاقية من الطواقي مختلفة. بالجيش في عندهم طواقي، بالممرضات في عندهم طواقي، مضيفين ما في عندهم طواقي، كل حتى المهن ترتبط بهذا الإشي. في عندنا كلتشر حوالينا، ثقافات بيحبوا يلبسوا الطواقي. الطواقية في هلا الطاقية الليبية هاي موجودة بالكلتشر تبعهم، في طاقية جده موجودة، في طاقية الحجي موجودة، صح ولا لا؟ هلا في طواقي تانية اللي هي لها علاقة بمثلا بالكلتشر البريطاني، بتشوفوا كيف بيلبسوا الأواعي مع الطواقي مع بفترة زمنية معينة. فهو بيقول إنها هي محببة وهي أقرب للرأس وحتى أقرب للعقل وللدماغ وللتفكير، فممكن إنه تكون أكثر إشي تخليني إني أنا موجه تفكيري إني أنتبه إنه لازم يكون في إشي مشاعر، أنتبه إنه لازم يكون في إشي بيحذرني من إني مخاطر إني لنقطة معينة أنا لازم أحتاط لها، إنه بينبهني إنه أنا لازم أجمع معلومات. فربط هاي الأشياء بكل قبعة من القبعات حتى إنه إحنا نقدر ننوع بطريقة تفكيرنا كتنويعنا يعني طاقية الرياضة. أنت مستحيل تروح تحطها مثلا إذا كان عسكري بحط طاقية الرياضة لما بيلعب رياضة، ما بيحطها لما بيكون لابس بدلة العسكر. فإحنا بننوع ومنبدل بحسب الهدف وبحسب النمط. يعني أنا الإشي اللي بدي إياكم تفهموه من هذا البرنامج إنه الهدف إنه إحنتوا تغيروا بالطريقة اللي بتفكروا فيها. هلأ هذا الإشي صار معي زي ما قلت لكم إنه أنا إنه إيه شو يعني بيضة وساعة بقين بحط صفرة ساعة، بتصيروا بعقلكم من غير أي لأنه بتصيروا معنا عندكم معرفة بهذا الموضوع، بعقلكم بتصيروا تقولوا خليني شوي ضلني أنا حاط الصودا الصودا، خليني شوي أفكر بالإشي المشرق بالفكرة يعني صفرة، خليني أشوف طب إيش في إشي إبداعي يعني ممكن إنه أنا أخرج عن يعني بالإشي اللي أنا بدي أحكي فيه. أنا بتذكر إنه في واحدة من الشعب لما كنا نعطي محاضرة بالقاعة وفي عليهم إشي بدهم يسووه، يعني منكم اللي أخذ معاي بيعرف إنه أنا عندي إشي لازم أني أنا أقدمه، كان في مجموعة من المحامين بدرسوا محاماة بكلية الحقوق، وأخذوا قانون من القوانين اللي كان عليها جدل ومناقشة بهداك الوقت، وحكت الطالبة عنه وقسموا الأدوار فيما بينهم وبين بعض، وقعدوا قدامنا على أساس إنه كيف اللي السودا وين دورها، البيضة وين دورها، إيش اسمها الثانية، الحمراء وين دورها بهاي القضية، كيف أنا إمتى بدي أجمع المعلومات، إمتى أنا بدي أحكم، إمتى أنا بدي أنظم المعلومات. فبعد ما أنا شرحت لهم إياها كان إشي يعني حلو على هذه القضية الجدلية
بالقانون إنه كيف ممكن إنه إحنا ممكن إن نستخدم أو ننوع في الطريقة اللي إحنا بنفكر فيها. هلأ لما رح أشرح لكم رح تفهموا علي أكثر أعزائي. في حد فيكم بيعرف عنها معلومات عن هذا البرنامج قبل؟ في حد بيعرف إشي عن هذا البرنامج؟ يا ريت إيش؟ يا ريت تكتب. ما بتعرف مؤيد؟ في حد من الناس ثانية بيعرف؟ تفضلي تفضلي عزيزتي. هلا دكتورتي، ما يعني ما بعرف صراحة عن البرنامج، بس حسب ما فهمت إنه هو لا يعتبر طاقية، هي تعتبر تعبير مجازي. الطاقية زي ما تفضلت هي أقرب شيء للرأس، ممكن عشان هاي الطريقة أو المفتاح لأنه نغير فيه أفكارنا أو نغير فيه كيف منفكر، إنه بدل ما نكون أنانيين لفكرة معينة ممكن كمان، حتى يمكن الألوان هاي بترمز لشغلات معينة، إنه ممكن كمان تساعدني أكثر وأكثر إنه أصير أطور طريقة تفكيري، أطور معرفتي. بس ما بعرف إذا صح أو لا، أو إذا فاهمة صح أو تمام لا. تمام تمام، لحد لا. بس أنت ما تعرضتي قبل، ما تعرفي عنه هذا البرنامج، ما سمعتي عنه؟ أنا هذا السؤال. أوكي لارا، أنا بعرف لارا. هل أهلا بخليك تحكي لارا. دكتور يعني هو كان برمز، يعني كل لون للقبعات برمز لشخصية إنسان، يعني مثلا لون اسود او ابيض او احمر. هلا انا ما بعرفهم بالضبط انه كل واحد لايش برمز، بس مثلا انه كان يرمز لشخص مثلا ايجابي، شخص يعني مش عارف كيف اكيد، بس انه حسب طريقه تفكيره. هي مش مربوطه بشخص، هي مربوطه بطريقه التفكير، يعني نحكي انه نمط التفكير. تفضل عزيزي تفضل. دكتوره هلا كل لون طاقيه برمز لإشي. الخضراء، الطاقية الخضراء اللي بنحكي لها اللي هي الإبداع وتبديل بين الخيارات، والطاقية السوداء اللي هي التفكير، والصفراء اللي هي الإيجابيات. دكتورة هيك بتذكر أنا أخذتها بكلية القدس لما قبل ما أجسر. تمام. والزرقاء اللي هي تخطيط وتنظيم، والبيضة اللي هي تبحث عن الحقائق. طيب ايش كنت تستخدم منهم انت بعد ما تعلمته هذا البرنامج، ولا ما كنت انتبه له، ولا صرت انتبه له؟ لا دكتور انا ما كنت انتبه له، بس بصراحه بدي صرت يعني بالاحرى بالاخر في الاوان الاخيره بستخدم الطاقيه الخضراء، يعني لانه اللي هي تقدر تكوني فيها كرياتيف وتلاقي حلول لاي شيء، لاي مشكله، لاي كيسز، لاي شيء بالدنيا. هذا القبعه الخضراء بتساعدك اللي هي على الطاقيه البيضاء اللي هي تاخذ يعني تاخذ الاشي الصح او تعمل الاشي المنطقي. تمام تمام. هلا اللي حكى اسماعيل في منه يعني طبعا اكيد في اشياء كثير صحيحه. عاده الناس احنا هلا لما بنيجي مثلا على سبيل المثال انت شباب وصبايا بدكم تيجوا تفكروا بإشي بدكم تسووه مثلا كمشروع، مجموعه من الاصحاب، مجموعه من الاصدقاء بفهموا على بعض، قراب من بعض، إنه تعال بدنا نعمل شراكة، أو إنه تعالي ما نعمل شراكة، بدنا نعمل مشروع أنا وياكي أو أنا وياكي. عادة أنت لما أي واحد فيكم صاحب الفكرة بده يطرح الفكرة، يفترض إنه نفس أسلوب حل المشكلات ونفس أسلوب لما أنا بدي أشتغل على أي مهمة من المهمات، يفترض أعزائي إنه أنا يكون في عندي جمع معلومات، مع إنه أنا أكون متشجع على الموضوع اللي أنا بدي أشتغل عليه، مع إنه أنا بدي أكون عم بجمع الأشياء اللي لها علاقة اللي ممكن إنه تكون خطر بالنسبة لمشروعي، ممكن أخسر مصاري، ممكن أنا أروح مثلاً أفتح إشي مكرر، ممكن يعني مثلاً هلأ سبيل المثال هلأ كثير الشباب وصبايا بميلوا إنهم يفتحوا مطاعم أو يفتحوا مشاريع صغيرة، هاي المشاريع علشان يجيبوا دخل فيها، أو حتى مثلاً ممكن بدهم يشتغلوا أونلاين أو بدهم يشتغلوا فريلانسر أو بدهم يشتغلوا أي إشي. ففي بسمعوا إنه هاي الفكرة والله بتجيب دخل، هذا الإشي بجيب دخل، فأنت بتتشجع. مرات بتشوف على اليوتيوب في ناس كتير تبقى تحكي، أو على جوجل أو على السيرج أو الويب سايت تتفرجوا عليهم، فأنت بتتحمس بتقول أنا بدي مثلاً دخل إضافي وبدي أساعد حالي. والله ممكن كمان أنا بدي أفتح مثلاً لو الوضع هلأ كمان أضبط، بالفترة اللي قبل الجائحة كتير في كان شباب وصبايا يفتحوا مشاريع، يعني مثلاً أنا شاطرة في موضوع اللي هو الطبخ، او انا مثلا اللي فتحوا سلسلات اللي عندنا اياها بالاردن سلسلات الهمبرجر من غير ما مثلا ما نسمي ايش هم سلسلات، ومشهورين هلا، وراحوا فتحوا طلعوا حتى على مستوى الوطن العربي،
ومناطق قريبة منه. شو اللي خلى هذا المشروع مثلا انه يزدهر؟ ليش هدول الشباب مميزين؟ او ليش هدول القائمين بعمر صغير؟ ليه؟ لانه هم لما بيقعدوا مع بعض وبيفكروا هم بيكونوا عمالهم بيستخدموا هاي الانواع من الافكار اللي هي احنا اول اشي مثلا انه انا يعني بفكر مثلا معي هالمصاري هاي، معي هالمشروع هذا، بدي اشتغل بهذا المشروع، ايش الاشي اللي ممكن انه يخليني انه انا مثلا اقدر انه افتح المشروع اكون مميز عن الباقي؟ طب في بالمنطقة هاي كثير مطاعم، طب شو اللي بيخلي الشباب كلياتهم والبنات يجوا على هذا المكان؟ في اشي جاذب، اما بالطعمة، اما بالاعداد، اما بالشكل، اما بمكان المكان نفسه اللي انا عمالي بختاره، هذا كلياته بدخل في الكرياتيفيتي. طبعا بدخل في الكرياتيفيتي لما انت بتيجي بتفكر بإشي وبتقدمه بقالب تاني غير القالب اللي تعودوا عليه الناس، غير القالب اللي في ناس كتير تتشجع بيقول لك انا حابه هذه الاكله بحبها، بس بحبها بالطريقه اللي بتتقدم بهذا المكان. هذول المكان، هذول الشباب والصبايا اللي قائمين عليه كرياتيف، فبتروح انت بتتوجه وبتلاقي بيستقطبوا من اعمال مختلفه. ببلش المشروع بالاول ان انا بدي استقطب الفئه العمريه من 20 مثلا 14 15 17 18، بعدين ولا بلاقي حالي اني انا بستقطب ال 50 وبستقطب ال 60 وبستقطب الاعمار كلياتها، لانه صار في عندي نوع، في عندي كواليتي. وبنفس الوقت انا لما فكرت في هذا المشروع بدل ما هو هلا صار مطعم واحد صار في سلسله، وانت بتسمعوا انه في منكم ناس كمان كرياتيف ببلشوا بمشروع معين وبس يقوى ببيعوها، ببيعوا ال 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 شو بيسموها الفرنشايز، ال ال انتو التجارة، الماركتينج، شو اسمه هذا اللي بيكون انه سلسلة لها اسم صارت البراند تبعت اللي اشتغلوا عليها. فبتلاقي انه بتنباع، بتنطلب لانه عليها رجل، لانه انا سوقتها بطريقة كتير مميزة، بطريقة كتير مبدعة. هدول لما بيفكروا بهيك مشاريع شوفوا شو يفترض بحسب القبعات الستة على إيش كيف بدنا نمشي. هلا إذا بدنا نيجي نحكي عن القبعة البيضاء، القبعة البيضاء إلها علاقة بمهارة جمع المعلومات. أي موضوع بدي أعمله، تذكروا لما حكينا أول مبارح قلنا إنه الإبداع إله علاقة بإيش؟ إله علاقة بالمعرفة. يعني أنا كل ما كان عندي إبداع، كل ما كان عندي معرفة بالجانب اللي أنا بفهم فيه، كل ما كنت أنا إبداعي بين بهداك الوقت أو بهديك اللحظة. الإبداع معناته إنه القبعة البيضاء معناتها إني أنا عم بجمع معلومات. أي مشروع أنا بدي أسويه، أي مشروع أنا بدي أنجح فيه، أنا يفترض إيش أسوي أعزائي؟ يفترض إني أدور على معلومات، أدور على الإشي اللي ناقصني، أدور على الإشي اللي ممكن إنه يخلي شغلي مثلاً يكون ناجح، يخلي شغلي يكون مميز، مش زي الأشغال الثانية اللي مكررة. في ناس طب أنا كيف بدي أسوي، كيف بدي أعمل هذا الإشي؟ إذا ما كنت بدي أدور على مصادر أو معرفة، هاي المصادر وهاي المعرفة بتمكنني إني أحقق هدفي. يعني ببلش على فكرة الناس اللي كرياتيف من أول حتى هم بيجمعوا معلومات يا عمي بيكونوا كرياتيف. مش إنه يعني أنا الإشي اللي بدي إياكم تاخدوه إنه مش إشي منفصل. يعني إحنا لما بناخد إشي مش لازم ناخده منفصل عن الثاني، كل جزء من هاي الأجزاء، كل جزء من طريقة التفكير هاي بتكمل العمل أو بتكمل الإشي الحلو اللي أنتوا عمالكم بتخططوا له واللي بدكم تتميزوا فيه مثلا عن الأفراد أو عن الناس الثاني. هلأ شغلة ثانية كمان اللي هي عنا إياها بما يتعلق بموضوع القبعة البيضاء وجمع الحقائق والمعلومات، هي بتكملي المعلومات. يعني يمكن يكون في عندكم أنتو أنه على السوق ربح والخسارة، مشروع ناجح ولا مش ناجح، بروح بجمع معلومات. أنا بدي أعمل مثلا محل للباستا، والباستا مثلا تستهوي الشباب والصبايا وبيحبوا الطعمات وفي أنواع مختلفة وفي. طيب أنا بطلع على السوق حوالي بشوف إيش المطاعم اللي بتقدم هذا الإشي، شو الكواليتي تبعتها، ليش هذا المطعم ناجح وهذا المطعم لا. طيب هل أنا بدي مثلا حتى على مستوى القعدة بيكونوا بيفكروا
انه بتعرفوا انتوا في محلات برا الناس تاكل على الواقف ضلها يعني طالعه، وعليها ناس يعني عليها رجل مش طبيعيه، وبيوقفوا على الدور وبيستنوا على الدور. طب شو اللي بخليهم يستنوا على الدور؟ يعني انا بدي اروح اكل مكان بدي اوقف على الدور، الا اذا كان هذا المكان بسموه عاقط، عاقط يعني مليان هيك، صح ولا لا شباب؟ الا اذا كان انا عن جد حبيت الطعمه وحبيت طريقه التقديم، يمكن تكون طريقه التقديم بسيطه، وانت بتطلع كمثلا سائح بتكون بتفكر انه كيف انا وقفت هيك واستنيت، معقول استنيت هالوقت هذا؟ لانه في شيء مختلف. حتى على هذا الشيء بيجمعوا معلومات، حتى على هذا الشيء بدرسوا نفسيه الناس اللي بدها تيجي لعندهم، كيف بدهم يلبوا احتياجاتهم واللي بالاخر بدها تصب. اللون الابيض طبعا هو اختار اللون الابيض لجمع المعلومات، لانه بيقول لك انت لما بدك تجمع معلومات او انت بدك تجمعي معلومات على اي مشروع بدك تسويه او اي شيء بدي اسويه انا بحياتي، او انا مثلا انطلب مني مهمه معينه بدي اسويها، لازم اكون حياديه في جمع المعلومات. يعني مش علشان هاي المعلومات بدي انا البقها، بجمع المعلومات بس اللي انا بختارها اللي لا، بجمع كل شيء له علاقه بالموضوع. وبعدين انت بتعرفوا عاده لما احنا بنجمع معلومات لما نكون نشتغل حتى على مستوى بحث، بنجمع كل شيء، اي شيء بينزل لنا معلومات مثلا على جوجل او على مصادر الدراسات والمجلات والمختصين، وبعدين بنبلش نخصص 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 ونيجي للاولويه، يعني لاكثر شيء اقرب للحل، اكثر شيء اكثر فائده، اكثر شيء له اولويه. لكن انا لازم اكون بالبدايه حياديه وموضوعيه، وما اصدر اثناء جمع المعلومات الاحكام او انتقد او دغري. مثلا في ناس كثير يعني هذا الشيء بيسووه على مستوى يعني بتطلع بتبقى انت مثلا بتطرحه مع الموضوع بتشوفه لا 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 هاي ولا ابدا بحياتها ما رح تزبط الشغله، بنسف لك المشروع او بنسف لك المشروع من اول ما تبلش. مشان هيك احنا هذول الناس نبعد عنهم. لما انا بدي اشتري شغله انا بعرف كيف اجمع معلومات، وبعرف كيف اجمع معلومات للإشي اللي انا بدي اياه. هلا مثلا على سبيل المثال في ناس ليش ناجحين بشراء الهدايا للآخرين؟ نقطع الصوت. نقطع الصوت وهلا ممكن عندك بس. دكتور الصوت عندي واضح. لا واضح دكتور. واضح بكون عندك عزيزي. اطلع وفوت، اطلع وفوت مرة ثانية. معلش تقولوا لي ايش مميزات الناس اللي بتشتري هدية وبتكون ناجحة في شراء الهدية؟ تجمع لإرضاء الطرف الثاني. شو بيعملوا هدول الناس؟ بيجمع معلومات عن شخصية مثلا عن ايش بيحب ايش بيفضل زي هيك، وبينتقوا الهدية بدهم اياها. شو كمان؟ غادة بدي اشوف والله كيف تشتروا هدايا انتوا. غادة كتير هم بيكون عندهم زي انه بيكون عندهم شو اسمه تفاصيل عن الشخص، بيكونوا مهتمين لك ابسط تفصيل موجود بحياته انه شو بيحب شو بيكره وهيك. طيب ناجح بشراء الهدايا. مين فيكم بوصفوا بقولوا انه ناجح بشراء الهدايا؟ نور يلا هاي فتحنا بركن اجتكم هدية. نور يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك دكتورة. الهدايا لها في اتيكيت عندنا بالمسياح، في اتيكيت اسمه اتيكيت اختيار الهدايا. طيب طبعا هذا بيكون حسب انت معرفتك بالمعلومات الشخص اللي انت راح تعطي هدية. يعني مثلا على سبيل المثال شخص بده يحجز بأوتيل، مثلا اهتماماته بالهانيمون تبعه هو زوجته، مثلا اهتماماته بالورد، ممكن غيره مثلا ما بحبش الورد، ما بتحط له ورد، تحط له مثلا باسكت مثلا فواكه. فحسب المعرفة تبعت المعلومات عن الشخص أو حسب معرفتك بدقة المعلومات أو اهتمامات الشخص نفسه تعتمد عليه. بتظهر القصة كتير. في ناس كمان شاطرين تعرفوا شو بيعملوا، بحسهم كمان صادقين. يعني لما بيكونوا خصوصا انه انت بدك تشتري هدية يعني بيكون علاقة شخصية اكثر، انه شو الاشي اللي انا بحبه لإلي. يعني في اشياء، شوفوا في اشياء عامة، يعني في اشياء مشتركة بين الناس. انا بعرف انه كل واحد في له خصوصيه غير عن الثاني، وانا لازم اكون ذكي باني انا اشوف اجمع معلومات عن الشخص اللي قدامي ايش الاشي اللي بيحبه. انا مثلا اروح اجيب بيرفيوم هو ما بيحط،
أو أروح أجيب أشتري له ساعة وهو مثلاً ما بيلبس الساعات. مثلاً مسك بدها تنحط على جنب قيمة الهدية. أوكي هلا القيمة إنه أنت نويت إنك تشتري هدية، لكن كمان جمع المعلومات هون تدخل كتير مهم. زي ما حكى هلا مثلاً لما حكى لنا نور قال لك في إتيكيت لشراء الهدايا، أو في طريقة حتى إنك أنت تعطي الهدية والزبون مثلاً يكون إذا كان عندك مثلاً مؤسسة معينة أو مكان بيقدم خدمات، إنه الهدية إلها معنى. يعني الهدية إلها معنى، إلها فائدة بنفس الوقت، ترتبط فيه، ترتبط بشخصه، ترتبط بالإمكانات. فالناس الناجحة بهذا الموضوع اللي هو يمكن بسيط، في ناس بقول لك أنا ما بعرف أشتري هدية لحدا، أنا عمري ما اشتريت هدية واللي قدامي كان راضي أو هي كانت راضية. الخلل في إنه أنا ما عم ببذل جهد شوية هل أدى حتى إني أنا مثلا أوصل للإنسان أو للإنسانة اللي يفترض إني أنا أقدم الهدية. في ناس معنى الهدية ما بفهموه، يعني ما بفهموه، بقول لك خلص أي شيء، يلا بنروح بنجيب كذا، يلا يلا لفها بورقة. وعلى فكرة الناس اللي أنت بتروح لعندهم بوصلهم هذا الشعور اللي عندك اللي بدك توصله. يعني الطاقة اللي بتكون مرافقة لهذا الإشي، هذا حطوه في بالكم على فكرة، بيوصل للأفراد. مش بس هو عبارة عن واجب، أنت بدك تحط حالك مكان هذا الإنسان، بدك تجيب له هاي الهدية، وبدك تشوف إيش الأشياء. حتى إذا يعني إذا كان الهدف من الهدية إني أنا مثلاً بدي أوصل إشي أو بدي يوصل هذا الإشي، بدي يوصل الماكسيموم، يعني بدي يكون الواحد هالقد على هذه الفكرة البسيطة، مهارة جمع المعلومات. فقيسوا بعدين بمهارة جمع المعلومات، أنا بشوف شو الإشي ناقصني، شو الإشي اللي بدي يكمل العمل اللي بدي أسويه، شو الإشي اللي لما أنا كمان بدي أحط بحالي، لما ألاقي حالي إني أنا عم بشخصن الموضوع، لا بدي أكون حيادية، يعني بدي أعرف كيف الأشياء أنا بدي أكون مثلا وأنا عمالي بجمع هاي المعلومات أحيد نفسي. على فكرة هي من أصعب الشغلات إنه الإنسان يحيد نفسه، ما يتحيز تحيز شخصي في أثناء جمع المعلومات. يعني مثلا على سبيل المثال أنا مع مجموعة من الشباب، وهدول الشباب إحنا أصحاب مع بعض وبنشتغل على موضوع، يفترض إني أنا أحيد حالي لما أنا بدي أجمع المعلومات. انطلب منا الأربعة من نجمع المعلومات، إحنا الأربعة وأنا بالنسبة إلي لازم أكون عم بفكر إنه لا، مش بدي أخذ هاي المعلومات لأن المعلومات بتخدمني أو بتخدم وجهة نظري، بغض النظر عن إنه أنا مش وجهة نظري بس هي المهمة، أنا لازم تكون الحقائق والمعلومات بتخدمني خدمة مرتبة حتى إني أنا أقدم على الإشي اللي بدي أعمله. بدي أختار تخصص معين. في ناس منكم وبعمر صغير بيكونوا مدربين حالهم، طلعوا قديش مهمة مهارة جمع المعلومات. يعني إحنا من أول فصل هلا وإحنا نحكي عنها، صح؟ بتذكر إنه في واحدة من الطالبات قالت لي معقولة هي مهمة هالقد جمع المعلومات؟ مهمة جدا، مهمة، لأنه إحنا لازم يعني نجمع المعلومات. مين ليش في ناس منكم شاطرين دغري بيعرفوا بيجمعوا المعلومات بشكل صحيح، بيختصروا على حالهم وقت وخطوات، هاي الوقت والخطوات ممكن انها تخسرني كتير انا اذا ما انتبهت لها، او اذا انا ما مارست مهارة جمع المعلومات او الحقائق بطريقة فيها حيادية وبطريقة انها تخدم المشروع اللي انا بدي اسويه او الاشي اللي انا بدي اعمله. هلأ في عندنا كمان اعزائي، هلأ هون كمان هاي دورها، دور من يرتدي القبعة البيضاء، كيف بدك تجمع معلومات؟ بحط بالضبط شو المعلومات اللي بدي اياها، اما عن طريق طرح اسئله او انه اكمل الاشي اللي انا مثلا ناقص عندي، بشوف شو عندي معلومات، شو ناقصني من هاي المعلومات. انا بحط القبعه البيضاء بهدف اثاره الاسئله حتى اني انا احصل على المعلومات والحقائق. اذا من خلال طرح الاسئله، تحديد مرات كمان شو بيصير عندكم، انا بضيع بالاسئله، ما بكون مركز وين بدي أسأل، شو بدي أسأله، حتى إنه دغري أروح على المعلومات اللي بدي إياها، تك تك وتنفذ معي، بتنفذ معي. برضو هاي كمان مهارة، ما أضيعش بالمعلومات اللي أنا بدي مثلا إني أعمل. هلا أنا حط لكم هنا مثال، على سبيل المثال لما نرغب بالالتحاق بتخصصات الجامعة، في منكم ناس كتير شاطرين بيكونوا حاطين ببالهم، مش هم، مش أهليهم، هم، أنا شفت ناس بالمدرسة بيجوا على الجامعة تقول لك بدي أقضي يوم بكلية الحقوق، بدي أقضي يوم، في واحدة قضت يوم بكلية الإعلام وهي بالمدرسة لسه قبل 4 سنين، من لسه هلا السنة الماضية التحقت بالجامعة. ليش؟ على إنه هي سمعت عن هذا التخصص، بدها تشوف تعيش يوم، تشوف إنه شو هذا التخصص، لوين بده يودي.
حبيته ولا ما حبيته، وغيرت رأيها أو ما غيرت رأيه. يعني في ناس منكم بيسأل أعضاء هيئة التدريس مثلا بهاي الجامعة كيف، هاي الجامعة محصلة شهادات ومحصلة شهادات، مشتركة كيف، عليها رانك ولا ما عليها رانك، في تربط مثلا تخصصاتها بسوق العمل، تخصصات اللي عندها تخصصات راكدة ولا مش تخصصات راكدة. طب أنا حتى على مستوى التخصص لما بدي أدرس، أنا أروح أدرس إشي ما رح يشغلني ولا أدرس إشي هلأ عم بيشغلني هلأ مطلوب؟ في ناس كتير هلأ من اللي عمالهم على مقاعد التوجيه أو الهاي سكول بشهر 6 صاروا مكونين فكرة مضبوطة بناء على الأحداث اللي موجودة حوالينا، إيش الإشي اللي بدهم يدرسوه، لا طب لا صيدلة لا هندسة لا لا ما بعرف شو الأشياء التقليدية العادية، لكن الأشياء اللي بتنبثق من هاي التخصصات اللي بتواكب بتحاكي العصر. يعني بالصيدلة في هلأ أشياء بتواكب العصر استحدثت، أو بالماركتينج أو بالآي تي أو بالهندسة، مش الهندسة العادية، في إش تاني. أو حتى كمان في منكم هلأ ناس على مقاعد الدراسة حتى لو كان في عندهم تخصص من التخصصات عم بيدرسوه، لكن هم عم بيعدوا حالهم إعداد يتلائم مع مستجدات ومتطلبات هذا التخصص. يعني أنا إدارة سياحية بطلع على حالي مثلا، شو الإشي اللي هلأ مطلوب مني سياحيا؟ نفس طريقة المكاتب قبل، نفس طريقة الإدارة الفندقية قبل، نفس طريقة العمل، ولا في إشي مختلف ممكن أنا أعمله بيواكب وبحاكي الوقت اللي إحنا فيه؟ فحتى أنتوا طريقة، طيب أوكي خطرت على بالك هذه الفكرة أو خطرت على بالك هذه الفكرة، كيف بدك تجمعي معلومات أو تجمع معلومات حتى توجه ذاتك للعمل بهذا الاتجاه بالشكل الصحيح؟ هون عنا هذا الإشي اللي إحنا نحكي عنه أعزائي. شغلة ثانية اللي هنا إياها بما يتعلق بالقبعة البيضاء، طبعا بعد ما نجمع المعلومات في هنا قبعة ثانية لازم ننتبه لها وهي مهمة جدا، وزي ما حكينا إحنا لما قلنا دماغنا وانفعالاتنا مش مفصولين عن بعضهم البعض. انفعالاتي هي بتحركني بتدفعني لأني أروح أعمل الإشي اللي أنا بدي أعمله. في ناس كمان هون بهذا الجزء قد يكون بيعود عليهم بطريقة سلبية مش بطريقة إيجابية. إمتى؟ لما أنا انفعالاتي تتحكم فيي وبتعيقني، بتعيق تفكيري. هي مش لازم تعيق تفكيري، هي لازم تعطيني دافعية ولازم توجهني ولازم تقولي أنا إيش الإشي اللي بدي أعمله باتجاه إنه إذا القبعة الحمراء لها علاقة بإيش؟ العلاقة بالفيلينج، لها علاقة بالمشاعر. وبتعرفوا دائما القلب أحمر برسموه، إن القصص هاي بتكون كلياتها لها علاقة بالأحاسيس والمشاعر والعواطف الداخلية. هاي هي من الأشياء اللي بتدفعنا نحو تحقيق الإشي اللي إحنا بدنا نعمله. وأنا إذا رغبت بالشيء بتشجع وبعمله، لكن إذا أنا ما حبيته وما رغبت فيه وأنا مش راضي عنه مرات، يعني مثلا على سبيل المثال يمكن أنا حاطط لكم إياها هنا بالمثال، إذا الواحد بده يشتري بيت مثلا، مش عارفة هون بيحدد الفرد مشاعره اتجاه الموقف الحدث لما يغضي القبعة الحمراء، بيكس اللون الأحمر للمشاعر، هي بتعبر عن كل إشي إله علاقة بمشاعركم اتجاه الإشي اللي بدكم تعمله. شديتوا للفكرة، نفرتوا من الفكرة، حبيتوها، كرهتوها، خفتوها، هي عبارة كلياتها عن مشاعر. بس إحنا هي مش المشاعر بس علشان إنها هي بتبعدنا عن الإشي اللي بدنا نعمله، لا، إذا كرهناه، لكنها كمان بالمقابل إذا حبيناه وارتحنا له أكيد هذا الإشي رح يخلينا إن إحنا نختار. على فكرة بتقدروا تطبقوا القبعات الستة على حياتكم الخاصة لما بدكم تتجوزوا ولما بدكم ترتبطوا. في أشياء كمان ممكن تحفزكم أكثر على هذا الموضوع. بجمع معلومات، أنا شو اللي بدي إياه من شريك الحياة؟ شو بدي إياه من حياتي الجديدة أنا؟ البيت اللي أنا بدي أفتحه؟ الأسرة اللي أنا بدي أكونها؟ مين الشخص اللي معي؟ مين الإنسان اللي معاي بدها تكون؟ كيف شكل حياتي بده يكون؟ في ناس منكم شاطرين بيخططوا لهذا الإشي وواعيين من هلأ، وعلى فكرة هدول الناس بكل وقت من الأوقات وبكل جيل من الأجيال حتى من وقت الجامعة بيكونوا كتير، يعني عددهم مش كتير بس ولكن في عندهم وعي من هم وصغار، يعني من هم، يعني مو بيستنوا مثلا، لا بيكون في عندهم وعي، عارفين بالضبط شو اللي بدهم يعملوه وبيصيروا باتجاه هذا الإشي حتى على مستوى بنحكي إحنا مشاريع
بنحكي حياة خاصة، بنحكي حياة مهنية، بنحكي المستقبل، بنحكي الوقت اللي إحنا فيه. بيكونوا عمالهم بيستخدموا هاي الطريقة في التفكير، مش بس القبعة الحمراء، كل القبعات. هلأ مثال على القبعة الحمراء، مثلاً يعني هاي عن جد موجودة. هلأ لاحظوا في ناس كتير مثلاً بيكون إن شاء الله بيصير معاكم مصاري تشتروا بيوتكم أنتوا اللي بتحبوا أنكم تشتروها. لما بيصير واحد بده يختار بيت أو بده يشتري بيت أو بده يسكن ببيت، كتير بدخل موضوع إنه أنا ارتحت لهذا المكان أو ما ارتحت، صح ولا لا؟ ومرات بارتياحك لهذا المكان أو ارتياحك لهذا المكان مع جمع الحقائق المناسبة مع كل القضايا اللي رح نحكي عنها لقدام، رح تلاقوا إنه بتأثر فينا. يعني إحنا مرات كمان حتى في اختيارنا لمكان العمل، الراحة النفسية بتأثر كتير فينا وفي شو الطريقة اللي نشتغل فيها. يعني إذا ما كان عندنا راحة نفسية وكان عندنا قلق، توتر، متضايقين، ما رح ننجز الإنجاز. لما بنكون إحنا بنفوت على المؤسسة بنحس إنها هي مثلاً بيتنا الثاني، أو بنحس إنها هي مصدر رزقنا مش مصدر تهديد برزقنا. بنحس إنها هي في شيء. مرات في ناس تيجي على المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها أو تكون عم تشتغل فيها بيقولوا لك من الباب البراني تبع المؤسسة هاي، إحنا بنحس إنه الناس اللي موجودين هنا بقولوا عنهم فاميلي. فاميلي يعني عائلة، يعني هدول الناس شو بيحكوا عنهم إنه في هذه الروح الحلوة، بيرتاحوا فالناس ترتاح تتعامل معنا أو تتعامل معاهم. هذه الأشياء بيكون واحد عماله بينتبه لها. حتى أنتوا بتصير تقولوا أنا ارتحت لهذا المكان أو ما ارتحت لهذا المكان، أنا ارتحت لهذا المكان بدي أكل فيه ولا لا، أنا ارتحت لهذا المكان بالناس اللي موجودة حواليه. بصير معكم هذا الإشي ولا ما بصير أعزائي؟ بصير أكيد، يعني كل الناس. فما بالكم أنتوا لما تكونوا عم تفكروا بإشي بدكم تسووه بحياتكم، بإشي بدكم ترتبوه، بإشي بدكم تخططوا له. ضروري تدخل عنا مشاعرنا والقبعة الحمراء بهاي الأشياء حتى إن نقدر إحنا إن نسوي الإشي وإحنا مرتاحين. في القبعة اللي بعدها اللي يعني إياها السودة. السودة ما معناتها هدول الناس لما أنت بتقترح عليهم مشروع أو أنت بتقترحي مشروع، أنت مجنونة كيف بدك تسوي هذا الإشي الدنيا ما بعرف شو، لا لا أنت فكرتي بالعواقب، أنت كذا كذا. بقتلوا الفكرة قبل ما تبلش. القبعة السوداء مش هيك. القبعة السوداء هي عشان تحذركم من الأخطاء في الإشي اللي بدكم تقدموا عليه. هلأ مش وقته، استنى شوي، أو إنه أنا مثلاً البادجت مش هيك، أو مش هذا المكان المناسب، في مكان تاني. ليش مش هذا المكان المناسب؟ لأنه هذا البيت مثلاً جاي على طلعة وطلعة حادة وفي انزلاقات مثلاً بالوقت التلج ما بنقدرش مثلاً، أو هذا البيت مثلاً الإضاءة والتهوية مش مبينة فيه. طب أنت لقدام بكرة بدك الإضاءة وبدك التهوية ورح تتندم. أوكي يمكن يكون موقع حلو، بس ولكن من الداخل في إشي أنت لما تعيش بهذا البيت بجدرانه بأبوابه بالمكان اللي أنت فيه في أشياء ناقصة. طيب أوكي هلأ مثلاً ما في أسانسير وأنا شاري البيت هذا، هو البيت بده يكون بيت العمر مثلاً، أنه أنا معي هالتحويشة وحطيتهم فيه، وفي مثلاً 6 درجات أو 12 درجة و12 درجة. طب أنت بدك تكبر بالعمر، بدك الأسانسير، بدك ناس تطلع لك الأغراض. بتصير تفكر أنت بالمحاذير لشراء البيت اللي أنا مثلاً حبيته وتشجعت عليه، حبيته وتشجعت عليه، ولكن بتطلع مثلاً أشبابيك صغيرة، فيش إضاءة، فيش تهوية. مثلاً البيت مقسم كلياته حيطان وعمدان ورايح المساحة تبعت البيت بتقسيمات مش يعني useless بيسموها. خليني أدور على إشي مثلاً غير. لا مو هذا الهدف تبعي. أنا طيب بدي مثلاً ركن بالبيت بدي إياه لشغلي وبدي إياه يتصف بالهدوء، المنطقة مش هادية بالمرة. كمان هذا إشي مزعج. هلأ هذا كلياته عماله بيساعدني على إني أنا أتجنب إنه أوقع بالخطأ، أو إنه أنا مثلاً يا ما في ناس على شغلة بدك تشتري إشي عادي ما بيفكروا، بيطلعوا المصاري ضلوا ماشيين. بعد شوي حدا ليش ما فكرت أنا،
او ليش ما ليش انا هلا مثلا صار هذا الجهاز يعني موجود قدامي ومش عارف كيف بدي اخلص منه. طب ما انا هلا هذا الجهاز طلعت مساوئه اكثر من منافعه. اذا بدك تشتري ممكن نسخه كهربائيه. اذا ما عملت وشفت شو البدائل وشو الخيارات وشو السلبيات وشو الاشي اللي بدك اياه وشو قد تشتري شغله عن جد انت بحاجه للوظيفه تبعتها، بس هي بتكون الاشياء اللي فيها لاني انا ما قرات مضبوط او ما انتبهت مضبوط فيها اشياء ممكن انها تخرب علي كثير او ممكن تخليني اني اتندم انه انا اشتريت هيك اشي. وهذا الاشي بيصير اعزائي. شغله ثانيه كمان عندنا هي القبعه السوداء. لا يعني ارتدائها انكم تكونوا سلبيين، ولكنها بتخليكم تتجنبوا المخاطر وتتفادوها، بتحذرنا من ارتكاب الاخطاء، بتبعدنا عن المخاطر، تقينا من ارتكاب الاخطاء. ولما بترتديها الشخص بينتبه للابتعاد عن السلبيه في التفكير، لان لما بلشت لكم قلت لكم الناس اللي دغري هذول السلبيين اللي حاطين الطاقيه السوداء بالغلط. لا مش هيك. انا حدا مثلا لجأ لي بده يسالني بموضوع مش بروح بطب له كل السلبيه، هو جاي يلجأ لانه هو بفكرته انه هذه الموضوع بده يمشي فيه. انا بعطي وبحذر انه ممكن يصير هيك وممكن هيك وممكن. هلا احنا مثلا يعني بالمؤسسات في عندهم شيء اسمه اداره ازمات، وفي عندهم السلبيات وعوامل التهديد، مش في هيك شيء؟ ليش عوامل التهديد هاي لمثلا مركزك او لمؤسستك؟ علشان تقولهم كيف بدهم يتجنبوها وكيف شو الخطه اللي بدهم يعملوها علشان مثلا يتجنبوا تهديد معين بما يتعلق بكل نوع مؤسسه مختلف عن الثاني. زي كيف هلا مثلا بالجائحه اداره الازمات، وزاره الصحه، الناس المسؤولين كلياتهم بيكونوا عم بيشوفوا المهددات او المخاطر اللي بيفكروا بهاي الطريقه حتى انهم يجنبوا حالهم من مشاكل. هاي المشاكل قد لا تحمد عقباها مثلا بعدين وبتاثر مثلا على حياه المواطنين. مثال على القبعه السوداء، يعتقد انا امثله كثيره، مثلا هي المنزل انه ما فيه حبيته انا بس ما في مطبخ صغير. هاي الاشياء مثلا ممكن انه الواحد مع انه المنزل مثلا موجود بمكان معين انا حبيت المنطقه لكن في محاذير رح اتندم عليها بعدين. السفره هي الاشراق بالفكره وهي اللي يعني المزايا بالفكره والإشي اللي رح يعود علي. انا شايف حالي بهذا المشروع بعد 3 سنين رح اكون مكتفي ماديا بس بدي اصبر. انا شايف حالي انه مع التعب مع التعب مع التعب في تفاؤل جاي هيك من بعيد، بس انا بدي ابذل جهد حتى اني انا احصله. اذا هي مزايا، هي ايجابيات، هي فوائد من الإشي اللي بدك تسويه، من الإشي اللي انت بدك تقدمي عليه. طيب اوكي انا بدي ادرس مثلا هذا التخصص اداره سياحيه، اوكي طيب ايش فوائده ايش مزاياه ايش طبعا في له مزايا وفي له فوائد وفي له في له في له اشغال ثانيه. تعرفوا اعزائي مرات ممكن ندرس إشي وهذا الإشي اللي ندرسه يصبح راكد ويصبح ما له شغل، لكن في منه اشياء بتنبثق، في إشي لازم اطلع عليه، في إشي في اشراق في تفاؤل الا يدور الواحد والا يلاقي. حتى مش انا رح اقعد في كورنر في زاويه واقول خلص ما هم حكموا عليه. شو حكموا عليه؟ ما انت عندك عائله، انت عندك عائله، بدكم تشوفوا ايش المزايا ايش الايجابيات ايش الفوائد. مرات الواحد لما بيقدم على اي مشروع بيكون دائما بيدور على هاي. على هون مثلا مزايا بالبيت، اوتيل التهويه بالشمس، تعين منزل مناسب، بيكون قاعدين عمالهم بتناقشوا البادجت تبعتي هالقد والله هذا مناسب مع البادجت تبعتي. في اشياء يعني فبتلاقيك انت عمالك بتدور على الاشراق بالفكره تبعتك او بالمشروع تبعك او بالشيء اللي بدك تقدمي عليه. الخضره لها علاقه بالابداع. يعني في ناس منا لما بيفكروا باي شيء بدهم يسووه دائما بدوروا، ولا انت صرتوا خبراء بالابداع يعني اعطيناه وقت كتير طويل انه ايش الفكره المبدعه من الشيء اللي انا عمالي بسويه. بدي أعمل إشي منتج بدي أسوقه، طيب السوق مليان من هذا الإشي اللي بتسوق، طب بإيش أنا بدي أكون غير؟ كيف اللفة تبعت هذا الإشي؟ الألوان اللي بدي أحط فيه منتج؟ الحاجة الملحة للأفراد لهذا المنتج؟ طب كيف بدي أنا يكون في عندي؟ يعني هلأ مثلا مرات كتير بتشوفوا قدامكم مشاريع لها علاقة بالمحلات اللي بتبيع
سوبر ماركت او الـ الـ كان في عندنا احنا بقاله وسوبر ماركت صح، وفي عندنا في عندنا هذول اللي اكبر شويه المحلات اللي هي مش زي المحل مثلا زي المحلات الكبيره بس صغيره، يمكن تكون مساحتها 3 درفات بس انه جوا انت بتفوت في زيهم هدول المحلات اللي بيبيعوا اغراض ومواد تموينيه للناس. انت بس تتذكر اسم بتقول اه هذا المحل لا ما بحب فوت عليه، مع انه نفس البضاعه بالمحل الثاني بتروح بتفوت على المحل الثاني بتقول انا مرتاح بهذا المكان. الخشب اللي حاطينه، الاضاءه، لبس الناس اللي بتبيع، مع انه نفس الماده نفس المواد نفس البضاعه ما هي بالبلد، نفس الاكل نفس مواد تموينيه، لكن السيت اب اللي موجود هو ممكن يكون انه بيساعدني انا اروح على هذا المكان بس ما اروح على المكان الثاني، مع انه يمكن يكون المكان الثاني اقرب علي بس انا بتطلع انه انا ما برتاح بهذاك المكان. يمكن تعامل اللي موجودين، هلا في ناس لما بيفتحوا زي هيك مشاريع بيكونوا عم بيدوروا على الفكره الابداعيه بالشيء اللي عمالهم بيعملوه حتى انه ينجحوا اكثر ويحققوا الاشياء اللي هم بدهم اياها. على القبعه الخضراء معناتها الفكره الابداعيه تعكس دائما الحياه والطاقه، نبحث من خلالها على الخيارات والبدائل. كيف نكون احنا فكرتنا يعني مش مألوفة؟ لازم انا اكون اكثر جرأة في الفكرة تبعتي وغير مألوفة. يعني مثلا على سبيل المثال لما انا دايما بحكي لكم عن هدول الناس اللي بتحب البيت والحيوانات الأليفة، لما تسمع انه في مكان بس انا مش قادر اجيبه مثلا على البيت عندي، في مكان بيقدم مثلا قهوة وكيك او قهوة وكوكيز قهوة وبتقدر انت تكون مع الحيوانات الأليفة اللي بتحبها مثلا كلاب بسس ولا تسمعوا هاي افكار. هلا اللي اجت هاي الفكره فكر اول إشي قديش في ناس منا بيقول يا الله شو بحب الحيوانات الاليفه بس مثلا ما بنقدر امكانياتنا في البيت بنقدرش هدول ما بنقدر نحطهم. يا ريت لو عندي حديقه والله بجيب كلب، يا ريت لو عندي صح ولا لا مش تحكوا هذا الحكي. هلا اللي يفكر يعمل زي هذا المكان، أنا بروح مثلاً بأخذ اللابتوب تبعي بشتغل، بيكون البسط على حضنهم، بتشوفوه مرات على التلفزيون، بعرف إن في إنه إشي زي هيك زي هيك بعمان، بس إنه كفكرة حلوة وكفكرة فيها نوع من الإبداع وكفكرة فيها نوع من تلبية الحاجة ل ل ل لهذا النوع مثلاً من التعامل مع هاي الأرواح. هلا هذا أنا كفكرة إبداعية فكرت فيها. طب مطعم في مطعم بس في مقاعد في مقاعد، في اكل عم بنباع بنحط في اكل، في ستب معين في ستب معين بالمكانين، لكن المكان الثاني اللي بيميزه الفكره الابداعيه اللي انا طلعت عنها. كيف لما بتشوفوا مثلا مرات انه في بعض المطاعم بتكون عمالها بتعمل اشياء انه الخدمه الذاتيه، انه كل إشي بالاشياء اللي انت بتحب مثلا تكون بسندويشتك انت بتروح بتسويها لحالك، بتكون مستمتع. يعني حتى بالاوتيلات مرات في بعض البلدان بيكونوا عاملين هذا الإشي، بتلاقي الناس مستمتعه انه انا بقدر اخدم حالي وانا بقدر اسوي اللي بدي اياه، هي كله موجود قدامي، ما بدي ناس تقعد تخدم علي او ما بدي ناس تقعد تقدم لي الاشياء الخدمه المعينه، انا لحالي بسوي انا لحالي. فبيخلوا يعني نوع من التغيير عن الإشي المألوف. فأنت بتروح بتحب تروح على هذا الأوتيل بس ليه؟ لأنه في عنده هاي مثلا النمط من الأشياء. هلأ فكرة اللي هي إنه يا هاي صح ولا لا يا نور الأول إنكلوسيف، هاي فكرة إبداعية بالتأكيد صح. آه ولا لا، كل الأوتيلات موجودة، نفس الأوتيلات نفس الأسرة ونفس المطاعم ونفس الناس، لكن هذول اللي طلعوا بهاي الفكرة في ناس كتير بتتوجه لهذا المكان. هلا ما بقدر الواحد يضل ياكل طول الوقت 24 ساعة، بس فكرة انه انا ما بتقيد بثلاث اوقات للاكل او ثلاث اوقات لتقديم الخدمة الغذائية، انه انا 24 ساعة اي جزء بالاوتيل هذا انا بالنسبة لي بقدر انه متاح، ما فيش داعي حتى ما في حدا ناسي. ممكن تفوت مثلا على يعني تيجي مثلا انت متأخر الطيارة وطب موعد العشاء راح وكذا وكذا، لا بتفوت في أماكن بتسكر وبتفتح بتسكر وبتفتح طول الـ 24 ساعة، وانت بتفوت بتاخد اللي بدك اياه وبتطلع. أو بتكون الفكرة هاي اللي يبلشوا فيها برضو كرياتيف مختلفة جدا.
مختلفة عن عن أي إشي تاني. مثلا هتلاقي ناس بتقولك لا بدي أروح على هذا المكان بهاي البلد بيكون في عندهم خيارات كل الأوتيلات، ولك لا بدي أروح على هذا الأوتيل. ليه؟ لأنه هذا الأوتيل أنا مثلا حبيت هاي الفكرة، وهاي الفكرة بحب إني أنا أرجع أكررها. هاي فكرة إبداعية، هاي فكرة إبداعية يعني بهذا المجال. وقيسوا على شغلات كثيرة. حبيبتي تفضلي. بس برضه هي رح تكلفهم، يعني مش أي حدا بقدر يطبقها. مين بدها تكلف؟ مين؟ الإدارة؟ بعرفش أنا كيف والله حسابها. هاي يا نور شو بتعود شو بتاخذ عنها دكتورة؟ حسا في أنواع للمطاعم عندنا هلأ، في نوع الألاكارت، في نوع الفيكست منيو، في نوع الأوبن بوفيت. أوبن بوفيت أصلاً هو بيكون أصلاً أكل زائد، يعني أصلاً هو بيعملوا أكل بحجم كتير كبير وبيضل مثلاً بالأوتيل مثلاً فترة اللي هو زي ما أنت تفضلت قبل شوي أول إنكلوسيف، اللي هو مثلاً فترة الفطور وفترة الغداء وفترة العشاء. هلأ ما بيخلص أصلاً، يعني يا أما نضطر إنه نكبه، يا أما نضطر إنه ناخده بشكل نظيف يعني بشكل مرتب، نعرضه مرة تانية وبنعمل زي ما أنت فضلت دكتورة إنه صحيح يدخل. يعني في بأنطاليا تقدر أنت مثلاً تفوت على المطبخ بأي وقت، خصوصاً بمطبخ الأوبن بوفيت، تقدر تدخلي عادي وأنت تسوي تاخدي اللي بدك إياه وتاكلي حاجتك، مقابل مثلاً سيرفيس تشارج صغير مش كتير غالي ومراتهم بيكون فاكري. تمام. هلأ القبعة الزرقاء، القبعة الزرقاء مين القبعة الزرقاء؟ القبعة الزرقاء هي اللي بتنظم أعزائي، يعني هي آخر قبعة، هي اللي بتنظم كل إشي. يعني لما بيحطها الواحد على أي إشي أنا بدي أسويه، في من بعد كتير معلومات هائلة خطر على بالي أشياء تيجي القبعة الزرقاء بتنظم، تسيطر، بتنظم على كل إشي بيطلع. يعني فيها بدخل مهارة التلخيص، بدخل فيها ترتيب الأفكار، استبعاد الأشياء اللي ما بدي إياها، بحط الأشياء اللي بدي إياها، الأشياء اللي تخدمني على المشروع اللي أنا بدي أسويه. فهي هاي وظيفتها القبعة. عادة بأي مشروع أو بأي إشي بنعمله إحنا بنحط بنطلع قدامنا، بعدين بنقول كيف بدأ، لا صار في كتير أشياء، خلينا ننظم ونركز على الإشي اللي إحنا بدنا نعمله. فهي هاي هي، وبيبلش فيها كمان اللي يعني إياها مرحلة التطبيق. يعني اللي بيستخدم القبعة الزرقاء بتبلش عنا إنك أنت بتخطط، يعني لأنه تبلش تنفذ، جمعت المعلومات بتبلش تنفذ، شو اللي بدنا نعمله، شو اللي بعدين، كيف ننفذ هاي الفكرة، كيف بدنا نتفادى الأخطاء اللي قلتنا عنها السودة، كيف بدنا ناخذ المزايا والفوائد اللي من الصفرة، كيف أنا وين مشاعري بالموضوع هذا، إيش الفكرة الإبداعية اللي موجودة عندي. فكل هذا بتنظم، يعني زي كأنه أنا بصفتي كل المعلومات اللي أنا توصلت لها عبر كل المواقف وكل الأشياء بطريقة بحيث أنها هاي الأشياء تخدم بالفكرة أو بالإشي اللي أنا بدي أسويه أو الإشي اللي أنا بدي أعمله. أعزائي بسيطة كثير جدا فكرة القبعات السوداء، بس الإشي اللي بدي القبعات الستة إنه طريقة تفكيركم. يعني أنا ليش قلت لكم إنه أنا لما أول ما أخذت بحكي إنه شو هذا، بس هلأ مرات في حياتي لما باجي مثلا بفكر بموضوع، احنا دائما نتعرض لمواقف انه البيضة هلا الحمراء عرفت كيف، تصير واحد بلاش دائما احط، يعني خلي السوداء اوكي نبهتني، خليني اشوف ايش الفكره الابداعيه منها او ايش هذا. فانت دغري بس تحكي الكلمات هدول بيرتبطوا باللون، وعلى اساس بس انه يمكن ببدايه تعليم مهارات التفكير حتى اتقانها بحياتنا ممكن انها هي توجهنا بالطريقه اللي احنا بدنا اياها. أنا هذا اليوم لحد هون يعني اللي بدي أعطيكم إياه. يوم الأحد بنلتقي بنعطي جزء من المحاضرة وبعدين بنروح مع بعض على التقييم بس، وما في أي إشي تاني. إذا بدكم أي إشي تحكوا لي إياه، أي إشي تبلغوني فيه كمان أنا موجودة. وبقول إنه فوتوا على الكويز تفيدوا منه، تمام؟ يعني درسوا علشان تاخذوا العلامة اللي انتم بدكم اياها، ما تيجوا هيك تقول يلا بعمل اللي انا بدي اياه وكيف ما تيجي خلص اخر فرصة، لا في اعادة ولا في اي شيء. اللي ما قدموا الامتحانات الميد قبل بيقدموا هاي اخر فرصة، واللي بدهم يرفعوا من علامتهم كمان هذا الاشي بتقدروا انكم انتم تسووه ان شاء الله يوم الاحد. ويعطيكم العافية شباب الصبايا.
الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. الله يعافيكم يا رب. مادة بالكويز يا ربي، في من بالكويز مادة من الكتاب؟ ايش عزيزتي مش سامعة؟ كويز في بالمادة منها بالكتاب ولا السلايدات اللي قلتينا عنهم بس؟ لا يعني قصدي معين يعني الكتاب؟ لا انا ما قلت احنا درسنا الابداع من الكتاب، السلايدات بتساعدكم بتوجهكم تعرفوا وين موجود بالكتاب، وبتقولنا التفكير الناقص كمان من الكتاب انا اعطيته برضو في سلايدات، فانتوا قدامكم المادة هي موجودة ادرسوا منها وشوفوا المصطلحات اللي باللغة الإنجليزية كمان قد يأتيكم مصطلح أو مصطلحين، يعني إذا كنتوا عارفينهم تعرفوا هم اليوم مرة صرنا عايدينهم، يعني وأنا بحفظكم يضل أقول كرياتيفيتي وبدأ صح ولا لا، بس انتبهوا للمصطلحات اللي باللغة الإنجليزية لتبعون الأصالة والطلاقة والمرونة والإسهاب originality وflexibility وإيش كمان fluency، هاي موجودين بالكتاب، هاي غششتكم إشي أنا ها 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 يلا شكرا لك. يلا اوكي يلا يعطيكم العافيه. انتوا الامتحانات المحاضره بنفس موعد المحاضره عزيزي. تمام الله يعطيك العافيه. يلا الله يعافيكم. بدي اسالك سؤال. تفضلي غاده. فكر هلا هم لما بحطوا الالوان في هاي النماذج او هاي